أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران عن شكره وتقديره لكافة الجهات التي تعمل بكل طاقاتها استعدادا للافتتاح الرسمي لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 والذي سيقام في الفترة من 14 إلى 16 من نوفمبر الحالي في قاعدة التسخير الجوية، والذي يعد نقلة جديدة لإقامة المعرض وتغيير وقت إقامته بالنسبة عن المعارض السابقة والتي أيضا لقيت نجاحات كبيرة، وأن شاء الله ستستمر هذه النجاحات وسيسهم عرض هذه الدورة الجديدة في تحقيق مزيد من استقطاب المشاركين الفاعلين والشركات الجديدة فضلا عن المشاركين المستمرين منذ بداية إقامة المعرض وإلى الآن، والمشاركة المتميزة من الدول الشقيقة والصديقة الذين يرجع لهم الفضل في النجاحات التي حققتها مملكة البحرين ليصبح اسم مملكة البحرين له بصمة على الساحة الدولية كموطن لصناعة معارض الطيران، وذلك بفضل الرعاية والدعم اللامحدود من حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والتوجيهات السامية والرؤية الاستراتيجية الثاقبة لجلالته. قال سموه خلال ترأسه في قاعدة التسخير الجوية اجتماع اللجنة المنظمة للدورة الخامسة لمعرض البحرين الدولي للطيران إن القائمين على هذا المعرض وفي مقدمتهم وزارة المواصلات والاتصالات وبجهودها في تولي المهمة لتنظيم هذا المعرض طيلة هذه السنوات الماضية، حيث اكتسبت البحرين شهرة عالمية وأصبحت موضع ثقة للصناع والشركات العالمية في مجال الطيران في المشاركة والحضور. وجه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على كل الدعم وما تقدمه الحكومة من إسهامات لإنجاح هذا المعرض، كما تقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على المساندة التي نحظى بها من سموه. أشاد سموه أيضا بالتعاون والتنسيق المتميز الذي تقوم به وزارة الدفاع وسلاح الجو الملكي البحريني والذي يسهم دائما في نجاح المعرض والمعارض السابقة وتسهيل كافة المعوقات بالإضافة إلى الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة. قال سموه إن معرض الطيران هذا العام سيشهد تواجد أحدث الطائرات المدنية والعسكرية والمركبات الطائرة التي ستشهد تطورا سريعا في عالم الطيران والمواصلات خلال السنوات القادمة، كما سيضم المعرض فرق استعراضات جوية عالمية جديدة لم تشارك في المعارض الماضية، بالإضافة إلى المؤتمرات المدنية على مستوى رؤساء الشركات والعسكرية على مستوى رؤساء هيئة أركان سلاح الجو في دول العالم، كما تم ترتيب وإعداد برامج خاصة ترفيهية ممتعة للكبار والصغار والعائلات على هامش فعاليات المعرض في المناطق المخصصة لعامة الجمهور. وخلال الاجتماع ناقش سموه مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي كافة الاستعدادات لإقامة المعرض في الوقت المحدد، حيث اطمأن سموه على وضع الترتيبات خصوصا بعد الأمطار التي تعرضت لها مملكة البحرين مؤخرا مما جعلها الله أمطار خير وبركة، ومشيرا سموه إلى أهمية تسخير كافة العقبات استعدادا لانطلاق المعرض الدولي الهام في المملكة، كما استمع سموه إلى ملاحظات أعضاء اللجنة المنظمة وما تم إنجازه من استعدادات وتسهيلات لكافة المشاركين والضيوف وزوار المعرض. بهذه المناسبة نوه سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران إلى أن معرض البحرين الدولي للطيران يحظى برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبإشراف ودعم سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وتوجيهات سموه السديدة بأن يصبح معرض البحرين للطيران 2018 نقلة نوعية في سلسلة المعارض العالمية التي احتضنتها مملكة البحرين طيلة السنوات الماضية، حيث أن الدورات الأربع الماضية حققت نجاحات كبيرة ومتميزة في استقطاب كبرى الشركات العالمية لصناعة الطيران وبمختلف قطاعاتها المدنية والعسكرية.